معانا الحاجه ام احمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ كل عام وانتم بخير ومصر كلها بخير يا رب يا رب يا رب يا رب. انا دلوقتي في الشتاء ما بقدرش لابسه شراب، وما اتوضى املس على الشراب. هل صح حرام ولا صح ولا مش حرام؟ بصي يا حاجه، انت بتملسي على الشراب عشان البرد، ولا بتملسي على الشراب عشان انت ما بتقدريش تقومي من مكانك تتوضي؟ ايه السبب؟ لا بص، ببقى سقعانه قوي قوي. اه يعني بي 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 ممكن يحصل اي تعب او اي مرض لو انك انت عملتي ده؟ لا بس يعني الحمل بتاعي حمل تقيل شويه كده. طيب يا ست، لو تقدري تتوضي مره واحده وتمسحي بقيه اليوم على الشراب ماشي. يعني لازم اتوضى مره واحده تغسلي وبعد كده تمسحي على الشراب لو يعني تقدري؟ كل يوم مره؟ اه مره، وبعد كده تمسحي على الشراب اليوم كله. شكرا، ربنا يحفظك يا حاجة، وإن شاء الله يديم عليك الصحة والعافية يا رب.